يعني احكي لي من البدايه كده، انت كان بابا وماما معاكي في الامارات؟ بص انا كنت وحشه جدا، بابي ومامي بيطلعون عندي يومين. كنت في الكويت ساعتها لان بابي جراح في الكويت، فضلت عايشه في الكويت ومامي سابتنا وكنت انا عايشه مع بابي. وبعد كده مامي جت خدتني انا واخويا، جينا مصر قعدنا سنه، وبعد كده مامي راحت الامارات خدتني معاها، واخويا راح امريكا عمتي. فانا في الامارات فضلت بقى، ابتديت الفروسيه، فابتديت احبها قوي، ابتديت ابقى شاطره فيها جدا. دخلوني المنتخب، فلقيت نفسي بقى عندي واحده عندها 12 سنه وباخد مرتب، يعني لو كسيبه يعني عندي مرتب باخد فلوس كل شهر، يعني فلو في حاجه عايزاها من مامي مش عايزه تديها لي طبعا هشتريها بقى، عندي مرتب بقى وبتاع. بس فضلت عايشه هناك لغايه ما اتخطبت 2002، وخطيبي توفى قبل فرحي بيوم، وده اللي جابني مصر. جيت مصر ودخلت ملكة جمال مصر. يعني لما حصلت المشكله دي قررت انك تيجي مصر عشان تبعدي عن المكان؟ يعني كل مصر. حاجه كانت بتفكرني بيه عشان هو كان جيت مصر، دخلت ملكة جمال مصر، كسبتها، اتنزلت عنها لان ما عجبنيش الكلام اللي كان بيتقال في الجرايد، لان انا واحده كنت جايه بقى فروسيه ومفيش بقى كلام عن حاجات يعني معينه، اي كلام كان ممكن يتقال مش لطيف عليهم، ظريف. فاتنزلت عنها طبعا كلهم كانوا عارفيني هنا في فروسيه مصر، عارفيني يعني، وطلبوا مني ان انا ادخل المنتخب. دخلت المنتخب مصر، فضلت في الفروسيه من 2002. يعني انت لعبتي المنتخب الامارات ومنتخب مصر؟ هو ينفع ده؟ قعدت 3 سنين، قعدت 3 سنين ما العبش، طالما قعدت 3 سنين ما العبش باسم الامارات، ما اعرفش العب باسم مصر. فدخلت منتخب مصر وفضلت في منتخب مصر لغايه 2009 لما وقعت وقعتي شهيره بتاعت مناخيري وبتاعت ظهري. ايه بقى كان شكل الوقعه دي؟ ليه وقعتي يعني؟ وقعه غريبه جدا، ان انا ظهري ووشي يا ريتني كانت بطوله ولا تمرين، انا كنت بفسح في الحصان وراكبه من غير سرج ومفيش سار جوه ومش ماسكه اللجام وبلم شعري. كنت كان في المنصوريه قبل، انا عندي اسطبلات هناك، ففي قطتين، عارف القطط لما بتتخانق بيعملوا صوت غريب كده؟ هو حبيبي ما مش قصده، بس هو خاف فراح ناطط في الهواء ومجمبص، فرحت انا واقعه على وشي. فلما هو نزل الحدوه اتزحلق الحدوه بتاعته اتزحلقت في الاسفلت، فراح وقع عليا. يعني انت وقعتي على وشك وهو وقع على ظهرك؟ هو راح وقع عليا. ده لو واخد فلوس يعمل كده مش لا، والمفروض ان هو الحصينه لما بتوقع حد بتجري، هو ما جريش، هو فضل قاعد جنبي اللي هو ام سوري، بيقول لي مش قصدي، يعني هو مش قصده، هو خاف، هو اتخض بس. وبعدين حاولت كل المستحيل يعني مع الدكاتره، قالوا لي لا مش هينفع تشاركي 100 مره ثانيه. رئيس الاتحاد قال لي انا عايزك تبقى معانا في عضو الاتحاد. طب انت ازاي بتلعبي وتتمرني وانت ظهرك فيه مشكله؟ لا يعني انا ممكن اعمل حاجات وما اعملش حاجات، يعني ممنوع من حاجات معينه؟ في حاجات ممكن اعملها وفي حاجات مش ممكن اعملها. طب. يعني ممكن انا بركب خيل عادي، ما عنديش مشكله، انا عندي مشكله في النط، انا كنت بنط 160 و170، فدلوقتي مشكلتي في النط، الهبده بتاعت اللاندنج دي. في الجيم طبعا بحاول انا اقوي عضلات ظهري باي طريقه، لان اهم حاجه ان انا يبقى الويت، يعني كل الويت على العضلات مش على العمود الفقري، لان هي هو جالي ديسك في الخمسه. وساعات بيجي لي الاتاك ده بيبقى صعب قوي، ببقى عارف مسعف مسرحيه يا حوريه بتاعت هام اجي نعم الزبعي، فاللي هو ما بطلعش، ساعات بتجي لي الحاله دي بتبقى مؤلمه جدا. وعشان كده بحب يعني ابو نجا قال لي لازم تقوي عضلات ظهرك كويس قوي، فبقويها على قد ما اقدر. ده كان قبل التمثيل ولا بعد التمثيل؟ لا ده قبل التمثيل، انا على طول ده 2009. طب انت لما مثلتي فكلمني شكرا ما كانش واضح مشاكل من العمليات او من الوقعه، صح؟ لا كانت مناخيري من المشكله كلها، ان انا كنت ظبط يعني ظبطت عملت ايه؟ هي كانت معوجه كده عملتها، بس ما كان حاجه مؤقته، بس في نفس الوقت ابتديت بقى ما احسش بطعم حاجه وما شمش ريحه حاجه،
بس كانت كشكل مظبوط. كشكل مظبوط. اللي هو اللي كان فكلمني شكرا في البداية. لكن مفيش مش عارفه شايمة حاجة ولا استطعم حاجة. فروحت للدكتور فعمل لي عملية فراح مبوظ لي شكلها خالص. بس بقيت تحسي بالطعم والريحة. بقيت أحس بطعم وريحة. فروحت للدكتور تاني علشان عايزين نتكلم مع بعض بقى يعني الشكل والطعم وريحة. وأقول له ورحت في انجلترا أقول له طب لو سمحت ممكن دكتور أنف وأذن وحنجرة ودكتور تجميل الاتنين مع بعض؟ لا هو دكتور ما اعرفش اي دونت نو لغايه لما هنا في مصر دكتور ياسر بدوي جاب دكتور احمد نجم اللي هو انف واذن وحنجره وهو تجميل وعمل لي العمليه وعمل لي العمليه الاخرانيه دي وبس هو فاضل لي عمليه ثانيه صغيره جدا بس هو يحاول يظبط الحته دي وبعد كده خلاص كده انا بقدر اشم اي ريحه ريحه اي حاجه واستطعم اي حاجه. ايه علاقته بالخل بقى؟ لا الخل ده ربنا بلاني بيه معرفش ايه حلو بقى في ان انت تقعدي تشربي خل كده؟ لا بص هو كل البنات كل شهر بياكلوا بيجي لهم فتره كده عايزين ياكلوا شوكولاته عايزين ياكلوا حاجه حلوه ده طبيعي ده طبيعي حاجات سويت انا بقى قلبت بقى معايا بقى ناحيه ثانيه بقى خل بقى الخل الابيض او الكلى يعني رحت للدكتور الكلام ده من عندي 10 سنين لغايه دلوقتي على فكره رحت للدكتور قال لي ده بيبقى حاجه عامله زي الوحم بس يعني ده مش غلط انا اعتقد ان الواحد بيشرب على طول خلي. انا بشربه لمده يومين مثلا بس دي ازاي؟ ازاز طب انا هجيب لك خل بعد التصوير ولا النهارده؟ لا مش محتاجه خل في وقت معين في الشهر بس.